منذ عام 1666 استخدم العلويون علما أحمرا داكنا، وكان يتم رفعه صباحا ثم إنزاله مساء من فوق القلاع في الرباط وسلا. وفي عام 1912 تم إعلان الحماية الفرنسية على وسط المغرب بموجب معاهدة فاس التي قسمت المغرب إلى ثلاثة محميات: المنطقة الشمالية والمنطقة الصحراوية في الجنوب تحت الحماية الإسبانية، والمنطقة الوسطى تحت الحماية الفرنسية، ومدينة طنجة والتي خضعت لحماية دولية بين فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا. وفي عام 1915 تم وضع النجمة الخماسية الخضراء على العلم للتفرقة بين العلم المغربي وأعلام الدول العربية الأخرى التي اتخذت اللون الأحمر رمزا لأعلامها. يرمز اللون الأحمر إلى الجهاد ودماء المدافعين عن الوطن، ويشار إلى النجمة الخماسية باعتبارها خاتم النبي سليمان عليه السلام. ويرمز اللون الأخضر إلى الانتماء إلى الإسلام الذي هو لون النجمة الخماسية. بين عامي 1920 و1927 قام الأمير محمد عبد الكريم الخطابي بثورة ضد الاحتلال، واستطاع أن يحكم مساحة شمال المغرب، وأطلق عليها حينذاك جمهورية الريف، واستخدم علما تميز باللون الأحمر به مساحة مربعة بيضاء اللون. واستخدمت إسبانيا على مدار 8 سنوات في المناطق الخاضعة لحمايتها علما أحمر يعلوه من ناحية الشمال مستطيل أخضر تتوسطه نجمة بيضاء. وفي 18 نوفمبر من عام 1927 تربع الملك محمد الخامس على العرش وهو في 18 من عمره، وفي عهده خاض المغرب المعركة الحاسمة من أجل الاستقلال عن الحماية. وفي نفس العام عاد العلم كما كان قبل ثورة الريف أحمر اللون بنجمة خماسية، وبالمثل في بقية الأراضي المغربية المكملة للريف الشمالي. في 11 يناير من عام 1944 تم تقديم وثيقة المطالبة بإنهاء حماية المغرب واسترجاع وحدته الترابية وسيادته الوطنية الكاملة إلى قوات الاحتلال الفرنسي الإسباني. في 20 أغسطس من عام 1953 نفي محمد الخامس والأسرة الملكية إلى مدغشقر، واندلع بالمغرب ما يعرف بثورة الملك والشعب. وفي 2 مارس من عام 1956 توج جهاد المغرب بإعلان الاستقلال عن فرنسا. وفي 7 أبريل من عام 1956 أعلن الاستقلال عن إسبانيا. احتفظت الدولة المغربية بهذا العلم بعد الاستقلال عام 1956، وظل العلم كما هو بعد وفاة محمد الخامس واعتلاء نجله الحسن الثاني مقاليد الحكم عام 1961. النشيد الشريف هو النشيد الوطني الرسمي للمغرب منذ الاستقلال عن الحمايات عام 1956، وكان عبارة عن لحن موسيقي فقط دون كلمات. وبعد استقلال المغرب طرأت محاولات لتغيير النشيد، بيد أنها فشلت حتى جاء عام 1970 حين تأهل منتخب كرة القدم لكأس العالم بالمكسيك كأكبر محفل عالمي تعزف فيه الأناشيد الوطنية آنذاك، حيث أمر الملك الراحل الحسن الثاني الكاتب علي الصقيلي بكتابة كلمات النشيد الوطني مع الحفاظ على نفس اللحن. لون وقطعة قماش وهواء يمرر حكاية ترفرف في سماء وطن، حكايته هي حكاية علم.